ده البنين بتاعنا اهو، ودي بقى الطبقه اللي فيها بره. ايه الفرق بين الانزايتس وبين الانزايتس وبين البنين؟ طبعا الفرق سهل جدا جدا. من الانزايتس ده انفكشن في الطبقه اللي بتحوط المخ من بره، اللي هي المنديفالبيه او الارصاد المخ. انما الانفكشن معناها انفلاميشن في البرين سيلز نفسها، السيلز بتاعت المخ. المننجايتس اغلبها بكتيريال، الانفلايتس اغلبها فيروس، لان اللي يقدر يخترق السيلز البكتيريا ولا الفيروس؟ الفيروس، الفيروس هو اللي انتراتيكال، انما البكتيريا دي بكتيريا. عشان كده المننجايتس دي بكتيريا، اسمها حتى كده بكتيريال مننجايتس. رير بتبقى فيرال او بتبقى باراسايت او بتبقى فانجل، ده فيري رير او تي بي فقط. انما الاكثر على الاطلاق ان الانفلايتس تبقى ايه؟ فيروس. لان السيلز وانا داخل جوه السيلز عاوز فيروس بالتحديد الهيرب سيمبل اكسبايرز، ده اللي هو رقم واحد. قدامك ريسك فاكتور، كلينيكال بيكتشر، انفستيجيشن، كومبليكيشن، تريتمنت، كل ده مواضيع كتير كتير. الانفكشن من مواضيع النظري مهم، نظري مهم. يعني هو الموضوع رقم اثنين بعد الموتور ويتنس، بعد الاربع مواضيع اللي احنا قلناهم. طبعا الاربع مواضيع اللي قلناهم دول 100% هينزلوا لك بروبلم سولفنج في النظري و100% هينزلوا لك بروبلم سولفنج في الاورا. فالناس اللي بتسالني في الراوند الجاي ده اكتر موضوعين اذاكرهم كويس مين؟ الموتور نيرونز والاثنين دول، لان دول هتدخل عليهم عيان وهتلاقيهم بره في الورق ك بروبلم سولفنج، وهتدخل في اوضه الاشعه هتلاقي الاشعه بتاعت السي بي موجوده واشعه الهيبرجرافيك موجوده. سيتي برين، سيتي برين بتاعت السي بي اللي هي البرين اتروفي اللي هو البرين المرسوم ده، والسيتي برين بتاعت الهيبرجرافيك اللي هو الفنتركلز الدايليت، ده كلهم زي بعض، يا شويه دايليتد وشويه لا. خلاص؟ فانت هيصدوك في كل حته، فده ما ينفعش تدي اتيبو، تسيبه ازاي؟ سي تي سكان بيجي لكم 2 مليون عليهم 8 درجات، ما ينفعش تتاخد. بعدين على طول 2 عينين هتلاقيهم موجودين 100% في الاوضه، في اوضه فيها 6 عينين 3 منهم نيورو، ففرصه ان انت تدخل 50% 3 نيورو 3 مش نيورو 50%. بالنسبه للبروبلم سولفنج اربع مواضيع بروبلم سولفنج نوتر ويك اللي قلناهم دلوقتي، فيردن هوفمان وجيليان باري ودوشين وقصص دي. يعني السيل هيلث انفكشن، ايه الفرق بينهم؟ ده عيان عنده بكتيريا داخل، حد يعرف اشهر بكتيريات بتدخل المخ مين؟ سهل جدا ليه؟ صح، ده ممكن او الستريك او الانفلونزا اللي ممكن الانفلونزا، حاجه اسمها ايكولاي، ليستيريا، صح؟ كل دي اورجانيزمز ممكن تدخل المخ، المننجوكوكاي راح فين؟ لازم تقول يعني هو بتاع مننجوكاي. يبقى المننجوكوكاي، النيوموكوكاي، الهيموكلوس انفلونزا، اللي هم الكابسولين. معاهم الداف، الستريك، ايكولاي، ليستيريا، كل دي حاجات ممكن تحترق المخ بالذات في الايرلي ايدج. بيجي لك طفل عنده مثلا كوتايتس ميديا، عنده برين تروما، واخد خطر سكال ديبريشن، كوتايتس ميديا عشان تدخل الاورجانيزم اللي جوه راسه. بيت ويست بس عنده اليون ديفيشنسي، عنده تي بي وبدا يفوت بره حاجه اكسترا بالمونر تي بي، كل ده وارد. يبقى ريسك فاكتور في العيان، كل ما الايدج بتاعه يصغر كل ما فرصه الانفكشن تبقى اقصر. بيجوا ايه بقى كلينيكالي؟ رقم واحد عندهم مانيفستيشن اوف توكسينيا، لان عيان المننجايتس ده عنده اورجانيزم بيسكريت توكسين وحالته صعبه، الانفكشن في السن ده. مانيفستيشن اوف توكسينيا. رقم اثنين مانيفستيشن اوف مننجيال اريتيشن. رقم ثلاثه مانيفستيشن اوف كورتيكال افكشن. ورقم اربعه كومبليكيشن. دول الاربع حاجات اللي بتعلق عليهم في الامتحان، وتظهر اللغه اللي مكتوبه عندك. انا ما عنديش مشكله اجمعهم هتلاقيهم هم نفس الكلام. مانيفستيشن سكتين يعني ايه؟ تقول لي فيفر هيدك ماليزا روك، لو من عين فهم. معاهم اربعه في تاكيكارديا، تاكيميا، توكس فيت. لو طول العيان بالانفكشن فتره اكثر من اربع اسابيع او سته هيجي له توكس كلابنج، اللي هو بقى عنده كلابنج ابيض. خلاص؟ ده بالنسبه للسكتينيا. منينجل اريتيشن 4%. حد عارفهم؟ لا بتستعمل. اثنين على النك. نك ريجيديتي وريتراكشن واثنين فاين. الاثنين نك ريجيديتي وريتراكشن يعني ايه؟ تلاقي مريض المننجايتس شادد رقبته كده خالص جوه جسمه وريجيد بيلف لك حته واحده، هو ليه مش عاوز يسيب رقبته ويتحرك عليه كده؟ لان كل ما يحركها يعمل ستريتش في المننجيز اللي هي حواليه السباينال كورد والدماغ، فبتعمل بين، بينفلين، بتوجعه. عشان كده بيخشب نفسه جامد، يدخل رقبته جوه جسمه كده
ويبقى ريجيد يتحرك وان يونت وتيجي تبني رقبته ما تنفعش وما تقدرش نكر جيتي ونكر تراكشن وعنده علامتين كيرنك ساين وبرود دينيسكي ساين. ايه البرود دينيسكي ساين دي؟ ان انا لما اجي اعمل نيك فليكشن يروح عامل فليكشن فين؟ في رجله. كل ما جتني رقبته يروح تاني رجله من الوجع. اول ما تبني يروح عامل فليكشن الانسان الطبيعي تبني رقبته عادي مفيش اي حاجه هو نايم ما بيعملش حاجه. التانية اسمها كيرنك ساين. ايه كيرنك ساين دي؟ لو هو نايم على ظهره خالص والهيب بتاعه مجني 90 درجه كده وانا حاولت افرد رجله دي من تحت خالص افردها كل ما اعمل ستريتش بتشد الظهر من ورا بيجي له باد بين. دي اسمها كيرنك ساين. ان انا بحط العيان فلات الهيب بكام درجه؟ 90 واقول له اني ترايل فور اكستنشن اوف ذا ني هتعمل لي ايه في العيان؟ سيفير باد بين لانه كل ما بتجني بتشد في ظهره بيتوجع بيقعد يصوت منك. ودول على فكره هتشوفوهم كتير قوي في البراكتس وانتم في المستشفيات. لو جيت حاله من الرايتس هتلاقي عندها نيكر جيلتي نيكر تراكشن كيرنك ساين برود زينك ساين. ودول اهم من ظهر الدرس من الانزايم لان هو المننجايت في كلمه واحده من انجيا الاريتيشن نيكر جيلتي نيكر تراكشن كيرنك ساين برود زينك ساين. وبعدين المننجيت دي نايمه على مين؟ نايمه على ايه؟ على الكورتكس. فبتعمل كورتيكال افكشن بتقعد تعمل لك كونفلجن تدخلك في كوما بسبب التوكسن والاريتيشن تعمل لك باراليزم لان الاريا فوق الاريا 6 دي ايه؟ الموتور والبري موتور فين؟ على الوش فوق ارض. فانت وانت بتعمل كده بتريتيت الاريا دي بتعمل كوما كونفلجن وباراليزم او جريد. اخر حاجه الكومبليكيشن. عيان المننجايتس بتجي لك بكومبليكيشن ايرلي وكومبليكيشن ليت. بص كده لو دي بكتيريا قويه شويه زي المننزو كفار وضربت المخ بالمنظر ده ممكن تعمل ايه في البرين ده كومبليكيشن؟ ممكن تعمل الغفره ده اسمه برين ايه؟ ممكن تعمل برين انفاركت تبوظ لك بلاد فيسل او اريا منه وتعمل لك بارتولايزس وتقفله لك. يبقى انا عندي ابسس وايه؟ وانفاركت ده كومبليكيشن. ممكن تعمل ايه كمان؟ ممكن تعمل كومبليكيشن زي كونفلجن ابسس انفاركشن ده دامج للمخ. وممكن تعمل حاجه اسمها توكسينيا سيمتوم زي الشوك والدي اي تي. حد يعرف ليه المننجايت بتعمل شوك؟ قول له اه لان المننجوكوكاين بتضرب الادرينال جلاند بتعمل حاجه اسمها ووتر هاوس فريدريكسون سندروم. سمعتوا عنها؟ تمام. بتعمل ادرينال فيلير ادرينال فيلير وادرينال دامج من التوكسينيا اللي هي المننجوكوكاي. بتعمل دي اي سي. يعني ايه دي اي سي؟ ديستمينيتد انتر فاسكولار ايه؟ كوايجلوبس. يعني بيزلف 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 وبيجلط من كل حته وبيموت. فدي اسمها ايرلي مانيفستيشن. بص الليل ده الليل ده بعد فتره يجي كانت بتشنج يبقى زبون خلاص. ايه دي ليت سي؟ ده عنده صرع ده ليه؟ اسمها ليت كومبليكيشن. وبعدين الابسس والانفاكشن دول بوظوا دماغه فيجي له منتال ريتارديشن سريبرال بولتي هايدرو كفر. وبعدين اخر حاجتين ما يسمعش ديسنس وما يشوفش بلايندر. بكتبهم كده هتلاقي الدنيا لذيذه مش صعبه. الكونفرجن بقت ايه؟ ابليبس. ايه الفرق بين الابليبس والكونفرجن؟ الكونفرجن ده ممكن اتشنج مرات انما الابليبس ده ايه؟ ده صرع ده ريبيت. هو ريبيت الكونفرجن كلمه ابليبس معناها كونفرجن بس قبلها كلمه قبلها ريبيت اللي هو الصرع ده بوظ المخ الابسس والريسبشن. فنتج عنه ايه وايه وايه؟ نتج عنه منتال ريتارديشن سيريبرال بولسي هيدروكس. والعيل ما عادش بيشوف ما عادش بيسمع. اكثر اورجانيزم بيبوظ السمع مين؟ الهيموفلس انفلونزا. الهيموفلس انفلونزا. طيب ده بالنسبه للعيال ككلينيكال بيكشر. توكسيميا مننجال اريتيشن كورتيكال افكشن كومبليكيشن. كتبت الكلينيكال بيكشر كويس جدا. كتبت الكومبليكيشن وبعدين جيت قلت للام احنا عندنا اشتداد الاغدال ابنك طف عمال يتشلل رقبته مشلله كل ما جت رقبته ديت رجله كل ما جت رجله ما بعرفش والصراحه كده جسمه تايب وانا شاكك ان عنده من الزايد. حمله ايه اول حاجه؟ تي اس اف اكزاميشن في العيان ده يطلع لك اربع احتمالات يا نورمال يا فايرال يا بكتيريال يا تي بي. قارن كده النورمال تي اس اف شكله زي الميه بالظبط كلير مش تربل. الفيروس زيه يعني النورمال والفيروس ده شبه بعض بالظبط الاثنين كليل. البكتيريا والتي بي بيبقوا تهبل او اوباليسنت مصفرين شويه لونهم مستفر. تيجي تبص بقى جوه التي اف ده هو التي اف فيه ايه وايه وايه؟ بروتين. فيه بروتين وسيلز وشجر. هما ثلاث كلمات بروتين وسيلز وشجر.
القاعده بتقول اي انفكشن بتدخل بتزود السم بتزود البروتين بتاكل السكر كلهم. يعني انا اقدر اكتب في الفيرال والبكتيريال والسي جي ايه اكتب كده بالظبط كده اكتب سيل بروتين شوجر واقعد جنب السيلز عامل سهم فوق في كله والبروتين سهم فوق في كله والشوجر سهم تحت في كله. بس في الفيرال بتكتب جنب السهم كلمه مايلد انكريز ومايلد انكريز لان الفيروس لما بيعلي البروتين وبيعلي السيل بيعمل لهم ايه ولما ياكل السكر برضه بياكلوا ايه يعني شبه مين اكتر شبه النورمال. برافو عليك. هتقول اللي هيقول لك طب والفرق بينهم حاجه واحده سيلز نوع السيلز اللي موجوده في الناس النورمال ليمفوسايت عددها بالكثير من 0 و5 خلايا. الفيروس بيبقى برضه ليمفوسايت بس ما بتبقاش 5 خلايا بتبقى من 10% او 200 يعني عددها ايه؟ بيزيد. النوع الوحيد اللي بيغير نوع الخليه من ليمفوسايت يخليها بوليمورف هو البكتيريا نفسها. البكتيريا بس يعني البكتيريا لو سالتك اللي بتخلي الخليه اللي جوه السيل تقف نوع ايه؟ بوليمور نيتروفيل. انما الفيرال بيفضل ايه؟ ليمفوسايت او تي بي بس العدد بيبقى اعلى شويه. كل الانفكشن بتستهبل فوق جنب السيل بتستهبل فوق جنب ملاحظين السيلز والبروتينز دايما مع بعض ما عدا في مرض واحد سابوا بعض في الجليه الهدف والسكر كده كده بيبقى كونسيوم بيستهلك ازرعهم هم الاربعه النورمال يطلع حاجه ده النور كالشر نادر. طب الدي بي يطلع حاجه؟ اه بس لازم البيشيال ايه؟ كالشر فاكرين؟ لونستاين جونسون ايه؟ ميدي. طيب ايه رايك مثلا في الفيرال لو زرعته؟ لا هيديك نادر تعود حاجه اسمها انترا سيلولار كالشر لازم ازرعه على ايه؟ او على شيب لازم يدخل جوه السيل ما بيعيش بره. البكتيريا طبعا هو الوحيد اللي بيصعبه اول ما تزرع السي اس اف بتاع البكتيريا بيطلع بره. خدوا بالكم السي اس اف فايندنج والكومبليكيشن بتاعت المننجايت هو كده. الكومبليكيشن بيرلي وليه؟ خلاص؟ بيرلي وليه؟ بالنسبه للعيان ده تطلب له ايه تاني بتاع المننجايت؟ سي بي سي سي ار بي اس ار عشان كده عنده انفكشن. ممكن نصور له مخه سي تي برين. ليه عاوز سي تي برين؟ عشان ده وعشان ده وعشان الحاجات اللي انت قلت عليها دي مش اي مشكله. واعمل له رسم ايه؟ مخ فجوه النيورو عشان هو بيديله ايه وايه؟ ده بيسموها دكاتره السيكولي بتاع المننجايت. يعني ايه كلمه سيكولي في المننجايت؟ ترد تقول ايه؟ يعني انا جيت مثلا بهزر مع ماهر رحت خبطه في وشه كده قال لي اي ومشي. السيكولي تاني يوم لما جيت لقيت عينه قافله ومنفخه كده وايه يا ابني اللي حصل لك؟ قال لي ما هو انت استعبطت امبارح خبطت. ده المخ بتاعك ده السيكولي. انا بعد ما عملت له انفكشن ومشي الواد الطرش ما عادش بيشوف بقى عنده ابيليبسي عيان طلع بقى عنده هيدروكيبرا عشان سيت اف التاج بقى عنده برين دامج بسبب الهبل اللي انت عملته في الفانكشن فبقى سي بي او بقى من ده للفانكشن. فهمت؟ ده اسمه ليه سيكولي. سيكولي معناه اصابه او تواجع بعد ما لما بنيجي نعالج المننجايتس اهدى كده بقى شويه لان الموضوع تافه جدا. هتدخل اول حاجه بريفنش في فاكسينات ولا مفيش؟ في فاكسينات كتير. الهيموفلوس انفلونزا لها فاكسين والمنينجو فوكاي لها فاكسين وانا كنت دي لي فاكسين. في حاجات كتيره لها فاكسين ممكن اعملها. وكيمو بروفلاكسز لمين بقى؟ للناس اللي حوالين عيان المننجايت. كيمو بروفلاكسز لو انت تقدر عشان تمنع قصه ان هو يعمل ديستيميشن للناس اللي حواليه. ده بريفنشن. السبيسيفيك تريتمنت لازم ادخل ببرود زيرترم انتي بايوتيك محترم لو انا بتكلم على بكتيريا المننجايت. يكفر مين مع مين؟ يكفر البوزيتيف مع النيجاتيف مع الفانجر كمان لو تعرف والتي بي لو في امكانيه. اللي هو المين ومين ومين اسامي بالظبط كده. ثيرد جنريشن كيتادوس بورنز ذا برودكت سبيكس البنسلين ذا برودكت سبيكس ببعض الانواع بتاعته. النيجاتيف زي مين لو تعرفه؟ الجنتامايت. الجنتامايت في السي اس اف ما بيعديش البلاد برين بارير كويس. فبنستخدم ثيرد جنريشن كيتادوس بورنز لان ده بيغطي حته ان وساعات بيدخلوا دوت من كلورام فينيكول بس ده دواء مؤذي جدا. كلورام فينيكول او كيتو ترايال طبعا مده العلاج بتبقى طويله الجرعات بتبقى كبيره في حالات المنجلس عشان قصه الكومبليكيشن اللي انت شايفها دي. لان احنا ما بنهزرش في حالات السي ان هيلث انفكشن. يعني لو انت بتدي المضاد الحيوي وصلت له نورمال على 100 بتاع المنظار بياخد على طول 800 ثلاث اضعاف الكميه عشان ده سي ان اف مفيش وقت تضيعه معاه. طيب تقول لي ماشي يا دكتور طب ينفع مثلا لما ادخل كورتيزون للعيان ادخل له ايفي فلود اعمل له تابنج كل ده وارد هو ياخد ايفي فلود ولا ما ياخدش؟ تعرف السؤال ده السؤال ده مقبره زي ما بيقولوا هو مدخلك في قاعدتك هو عيان عنده انجريس انتراكرينيال تنس
يعني العيان ده لو انا بقول لك الساينز بتاعت المنزايت ايه هو صغير هتقول لي بلجنج ايه فونتانيل بلجنج فونتانيل والسوتشر واسعه صح طب ولو هو كبير هتقول لي هيدك وفوميتنج وبلرنج اوبليش يعني من ضمن العلامات اللي بتحصل في وجود المنزايت هي انكريز انترابرينيال ايه ده كلام جميل تديله فلوس ولا ما تديلوش اللي عنده انكريز ديتشن المفروض لا ده بقلل له المحاليل 70% وبديله دواء زي المانيتو واحنا قلنا الكلام ده في الحته بتاع البرنج دي لما بنشرح السي تي قلت لكم السي تي للمتاهه دي لازم ترفع راس العين شويه وتقلل الايه؟ المحاليل بتاعته لانه عنده برنج دي بقول له الحاله الوحيده اللي بياخد فيها فلويد كتير هي دي بالظبط كده صح شكرا لو دخل في ليه حته ناديه يعني لو دخل في ادرينال فيلير هياخد حاجتين مش حاجه واحده هياخد كورتيزون وهياخد فلويد بتبسط منك جدا هو الكورتيزون ايه الرول بتاعه في المنزلتس حاجتين حاجتين بيظبط الادرينال جلاند لو حصل فيها دامج لان الادرينال بتسكريت كورتيزون وانا في الحاله دي ما بديش للعيان رفاهيه ده انا بديله بديل عن مين؟ عن اللي بره ورقم اثنين كله مع الهيموفلس انفلونزا بيحسن الانسيدنس اوف هيرنج لوس لو الاطفال اللي خدته ما جالهمش طرش لان البلايندنس دي والديفنس الديفنس دي اكتر حاجه بتعملها الهيموفلس انفلونزا الناس اللي خدوا ستيرويد كتير في الفترة دي عملوا ستاد عليهم واللي ما خدوش لهم اللي خدوا ستيرويد ما جالهمش ايه؟ هيرنج فده الرول لان انت عارف ان الستيرويد ده انتي ايه؟ انتي فايبروتيك خلاص؟ فدي ليه رول كبير في القصة بس ده أقصى حاجة حد هيسألك فيها آخر حاجة لو في كومبليكيشن بطلعها يعني واحد عنده أرسل أعمل له سيرجيكال ريموفال أو ايفاكويشن أو اسبيريشن وات ايفر أنت عاوز توصل منه خليك كده إن شورت عشان الدنيا ما تطلعش انتي فايبروس بيقلل الفايبروس عشان كده الهرم لما بيبص لانه بيبني على الفايبروس طيب ندخل كده شويه نغير نخليها انكسارات ايه الفرق بينهم؟ هترد عليا تقول ايه؟ لا ده بالظبط دخل بره ده جوه ده بكتيريا في ايه؟ فايروس الانكسارات ده فايروس اضرب لي مثال كده اربع فيروسات مش عاوز غيرها لا لازم رقم واحد هيربس سيمبلكس وبعدين هيربس زوستر وبعدين السيتومجالو الشتاين بار بوليو والانديرو فيروس كلها الكوكساكي والايكو والانديرو كل دول اسمهم انديرو بتوع جي اي تي يعني من ضمنهم البولي والاردو فيروس والفراغ الاكتنال عن طريق الموسكيتوز والهبل ده كله كل ده مش عاوز انا عاوز الثلاثه اربعه الاولانيين الهيرب السمبل والهيرب الزوستر ومعاهم سايتو بجالو الشتاين بار والانديرو اللي هو عائله البوليو والايكو والكوكساكي ومعلقه ده لما يدخل يعمل لك مانيفستيشن اوف توكسينيا ولا مانيفستيشن اوف فيرينيا عارف ايه الفرق بينهم؟ ان الفيرينيا فاهمه بس فيفر وهيدك وماليز بس او شويه امريكا ما يعملش بقى ده لا توكسيك فيس ولا توكسيك كلابنج ولا الكلام ده خالص هو شويه فيفر وهيدك وماليز امريكا بعد ما عمل فيرينيا يعمل بقى من انجيك اريتيشن ولا يعمل كورتيكال افكشن في رايك لا كورتيكال افكشن لان ده مكانه فين؟ جوه البرين هو ده العيان بقى اللي هيجي لي عنده اتاكسيا في السيريبيلا ونستاجمس عنده باراليسز وويكنس في الكورتكس عنده اكسترا بيراميدال مانيفستيشن وابنورمال موفمنت لانه داخل على البرين ايه على طول؟ بارينكما يعني ايه برين بارينكما؟ كتفاح قلنا سيريبرال وسيريبيلم وبرين ستيم هيبوظ لك الكلام ده خالص وبيجي له كرينيال نيرف افكشن كتير مريض الانكفاليتس هو طفل في غيبوبه عمال يتشنج عنده مانفستيشن اوف بارينكما افكشن تلاقي اتاكسيا وتلاقي نستاجمس وتلاقي عنده كرينيال نيرف افكشن وبلبر مانفستيشن الكورتيكال اريتيشن حتى لو موجوده المننجيال اريتيشن سوري حتى لو موجوده بتبقى ايه؟ بسيط يعني ده مش اللي رقبته مخشيبه قوي ازاي تاني لان انا اصبت مش في مين مش في المننجيت الثانيه كانت برايمري في المننجيت والبرين بقى اتقطع فجاه من الايه انما ده مشكلته في المخ نفسه ده بقى بيسيب تكوير كبير قوي الانفجارات بيعمل ايه في العيال بيبوظ الخط بيعمل لهم سي دي منتر ريتارديشن ابنورمال موفمنت كتير جدا كوريا واسيتوزز وكوريا واسيتوزز وبيبوظ لك العيال خالص بعد ما بيخلصوا فالانكفالايتس دايركت برين افكشن وده في الانفستيجيشن السي اس اف اللي هيطلع حاجه واحده بس ايه هي؟ فيروس سي اس اف اللي ليفل طايد 10 20 30 وشويه زايد مين بس؟ شويه صغيرين البروتين والسيل وحبه ناخد ايه؟ الجلوكوز يعني زي النورمال بالشكل بتاعه كبير عشان كده بنحتاج نعمل بي سي ار ما تنساش الحته دي الله يكرمك ما هو هيقعد يقول لك ما الفيروس شبه مين؟ النورم انا ماليش دعوه انا عاوز تستي خالص قول له البي سي ار قول لي بريز تشيل الاكشن يقول لك ده هيربس ده زوستر ده سايتو ده ايبشتاين بار صح فبتست شويه طيب كان بيعمل برين بايوبسي زمان كان واخد بينا في حاجه شاطر في مصر بعلاج سيناتوب في القصر هو البرين بايوبسي بتفيدك في ايه؟ بتجيب
الانتيجين اللي هو الفيروس نفسه، ما انا ماخد له عينه من المخ بيحصل، ما بنعملش الكلام ده هنا. والانتي بودي اللي هو البي سي ار اللي هو الدي ان اي بتاعك او الانتي بودي ديتكشن، والباقي في الاسئله عادي مفيش مشكله، عاوز تعمل سيتي برين تعمل ام ار اي براحتك. بس طبعا العيان ده لما تعمل له سيتي برين وام ار اي بيسالك ايه اكثر حاجه كاركترستك بتلاقيها فيه، تقول له التمبرال لوز. مالهم التمبرال لوز؟ التمبرال لوز دول اللي هم عند وداني هنا تلاقيهم متاكلين هم الاثنين. مين الفيروس اللي بياكل التمبرال لوز؟ الهرب بتزيد بشيه وصايد في المخ اللي هو التمبرال، بياكلوا كده اكلها لو الاثنين فاضيين متاكلين. طيب وده بتوعه رجلك ولا ملوش؟ قولوا له اه يا فاكر. هو الانكفالايتس احنا بنعالجه ازاي؟ انتي فايرال دواء اسمه اسايكلو فير لونزوجراف بتاعته على 10 او 20 ملي جرام، وفي دواء اسمه جان سايكلو فير برضه مفيش مشكله خالص ممكن يستخدم، وده كنترول التشنجات لو عنده تشنجات بالدايزيبام والفينوماربيتول، واخر حاجه بقلل الانتراكرينيا. ودي نقطه مهمه جدا، احفظ الله بتاع المجهود اللي بنقلل فيه الانتراكرينيا. نجيب راس العيال بدل ما ينام فلات نرفعها فوق شويه 30 درجه. ليه بترفع راسه فوق؟ عشان تصد الميه الزياده دي فين؟ تحت. مش انت لو عاوز تزود الفينوس ريترن من رجلك بتعمل ايه في رجلك؟ بترفعها فوق. طب لو عاوز تزود الفينوس ريترن من دماغك ترفع دماغك فوق هتبقى فوق القلب اهي، هذا واحد غير الاليفيشن 30 درجه. يعني ليه بنحط عيان الانكفرايزز والعيانين اللي بنحط النفس على مخدات عاليه؟ كله عشان نزود الفينوس ريترن. واحد يجيب المحاليل 70%، يعني لو ليه 100 بامب ياخد 70 بامب، هو ليه 70% من بتوعه من حقه. حقه 100% بياخد منهم 70 عشان الميه اللي عنده كتير في المخ، فانا بقلل الميه اللي داخله. واسحب ميه من جسمه بالمناديل. ودي انتي انفلاماتوري زي الدكساميثازون اللي هو كورتيزون عشان ما يرشحش وعشان ما يبقاش الانفلاميشن اللي عنده كتير. بس سحبت بالمناديل ونشفت بالاستيزون بالكورتيزون ورفعت راسه 30 ونزلت محاليله 70. اخر خطوه قول له بحطه على ميكانيكال فنتيليشن وخلي الريت بتاع جهاز التنفس سريع قوي. وانا لما ازود الريت بتاع جهاز التنفس يصير اقول له بنسبه الواد يعمل ايه؟ يبقى وصل سي او 2. سي او 2 اصلا كغاز هو عباره عن سيريبرال فازو دايليتيشن. لو انت عندك برين اديما فوق وعملت فازو دايليتيشن كده الدم اللي داخل المخ بقى ايه؟ كتير. الرشح هيبقى كتير، الاديما هتبقى كتير، يبقى احنا نخلص من الراجل ده خالص. ازاي نخرج السي او 2 بره الجسم؟ نعمل هايبر فنتيليشن. فيوصل وش السي او 2 عكس السي او 2 لما يزيد بيروح عامل برضه ايه؟ كنت بيقفل المحبس فالميه تقع زي ما يكون ميه مغرقه الدنيا بتروح تقفل الحاجات دي. بس انتي فايرال ونعمل اللي احنا قلناه. ما تشربش يعني ايه بلاش الدنيا؟ ليه؟ يعني ايه بلاش انت عندك اديمه ورش شغال انفلاميشن ده انفكشن. انت بتقللي الاديمه بايه؟ احسن دواء انتي انفلاماتوري انتي الرجيك بيقلل الكورتيزون. والمانيتول بيعمل ايه في الخلايا؟ بيسحب الميه اللي فيها من الشفت. بس طب ما هو انتي انفلاماتوري تاني هو الاثنين. المانيتول ده مش انتي انفلاماتوري، المانيتول ده دايركت ده هرموتك دايركت انتي دايركت بالظبط بيشد الميه. زي واحد جاي لي امبارح نفروتك سندروم مورم في العياده اول يومين ثلاثه كده، فالدكتور كاتب له ايه عشان يفش؟ ماكسيليل. نوع ده اسمه ماكسيليل. هتشوف جرامه بتاع الزور ده اللي هو لما يكون فيه رشح واحتقان في الزور بتنسى كده عبيطه كده بتاخد مره في اليوم. عيان عنده بطنس وابر ليمب ولور ليمب مفروتك والله كاتب له على ماكسيليل ممشيه عليه بقاله اسبوعين. هو ده كورتيزون؟ ده كورتيزون. انتوا سايبين كل حاجه ومسكين في الكورتيزون. انا بكلمك على الحمار اللي كاتب له الماكسيليز اللي بقاله اسبوعين، واحد عنده رينال، واحد عنده رينال بروبلم ومنفخ وكاتب له على ماكسيليز. لما ادي له ايه؟ انا عامل ثلاث سنين والدكاتره مش عارفين اتفرجي عشان ما تزعليش مني لما اقف اقول الكلمتين اللي انا بقولهم دول. اتفرجي عشان اقول لك اللي بيحصل، بقول لك اللي ربنا بيبتلينا بايه. بس انا ماسك مدير رعايه هنا في ام المستشفى دي وعارف اللي بيجوا يمروا علينا عندنا، بيجي بعد ما اخلص يقول لي مضيلي. امضيلك ايه يا ابني؟ ده انا جيت عليا انا عاوز احبسك اساسا. مش زعل ولا حاجه بس ده الدماء بتسيل من فمك زي ما بيقول. وانت مفكر الناس اللي عمالين يتبسطوا في الحيط دول ايه؟ ما لهمش اهل. الام اللي قعدت تسع شهور تحمل في واد وتجيبه الدكتور متخلف يروح يعق فيه في الاخر لو هو قصد او غير قصد. ما تقوليش ما كنت شاطر، ما انت ما تعرفش حاجه، رحت عملت ايه؟ حاجه تجنن وتلاقيه اعصابه بارده ويروح بالليل جيب اخر الدنيا في المستشفى وقعد يشخر ونام في الاوضه. ما تقوم تشوف الناس اذا لو ابنك او حد قريبك وحد جه جنبه والله قطع بعض في العبد. لو انت بقى ساعه ما تعمل كده ايه اللي بيحصل؟ منتهى البروز ومنتهى العجره. ومفكر نفسه بقيت خلاص بقيت دكتور. ما هو لو بيتعمل اسسمنت للدكاتره وبيجيبوهم يمتحنوهم زي الدول المحترمه وبيبقوا يشوفوا مستواك عامل ازاي كل شويه ما كانش ده بقى حل.
انما اللي بيخلص كل سنه وانت طيب ما يعرفش يعرف اي حاجه. فاللي انا بقوله ده مش هيحس بيه غير حد شاف زي كده. ده بقى نفس النظام بس في عيان من انذار اللي هو اللي انا بحكيه ده. كان معانا ولد هنا الله يرحمه اسمه عبد الرحمن بيجي يشتغل. كان ولد جميل جدا يعني ملونه وشعره كويس وجميل جدا وحلو قوي لحد سنه وشويه. وجاله فيفر وكونفلجر لحد ثانوي بيعالجوه تشنجات وحراره ويرجع ثاني يجيله وبعدها خلص ودخل من كونفلجر بقى مين؟ ابنك خلاص هو خلص بقى ده وبقى ده يعني دخل من الدير للمين؟ ويقول لها كل ده ما تقلقيش ده تشنجات حراريه ايه دي بس. طب المره دي مش عنده حراره كل مره بتقول لي عنده حراره بتشنج ده من كام شهر وهي بتتابع من الشهر الثاني. ولا تشنجات حراريه مفيش تشنجات حراريه عند شهرين مفيش. فكر في حاجه ثانيه ليه مش عاوز تعمل تيست ليه مش عاوز تعمل سي تي ليه مش عاوز تعمل له الهيرا للمستشفى ليه؟ وفي الاخر جف واد قاعد مركب شنط ومسبسك وكان ممكن بقى اجريسيف تريتمنت وبيجول وبيخرج وبيمشي. بس يا قصه انت هتتدخل في وقت عامل ازاي؟ هتعرف تنجز ما عرفتش اتصل بحد من زمايلك قول له هبعت لك حاله بص عليها معايا. ايوه انت ودنك هتقع لما تعمل كده مثلا. انت بتكلم الطلبه بزعل ده بيقول لنا مش عارف ايه وبيقول لي خلاص يا سيدي ما تزعلش يا بخت من بكاني وما بكاش الناس عليا زي ما بيقول. هتواجه نفسك امتى بقى ضايل يعني خلاص؟ ده بالنسبه انا بكيك انت بس ما نقعدش بقى نتفرج وما تقلقش الله علينا يعني كده. عيان الانكفلايتس انت فاهم الفرق بينه وبين المنظار ان ده دايركت وده اندايركت ده برين وده اللي هو الكفر نفسه بتاع ده بكتيريا وده ايه؟ فايروس. الريسك هنا عالي على السيلز انها تبقى افليكتد وتسيب لك سيكول. بتشخص مني بالبي سي ار ده بتشخص مني بالسي اس اف. ليه بتلجا للبي سي ار؟ اقول له لان السي اس اف نون سبيسيفيك. مش بالظبط كده شبيه بالنورمال او بعض الاحيان على فكره بيطلع زي النورمال بالظبط. البرين اكسس ليه اسباب كتيره لو انا سالتك ده طبعا مش سؤال نظري بس هو بينزل في السي تي. السي تي بيجي لك في اكسس كده او ثلاثه او اربعه او خمسه. السؤال الاول ايه اللي يدخل اكسس المخ؟ واحد من الظل. اثنين القطن. ثلاثه الهيترو. اربعه الشنط دي اللي كنا مركبينها في راس الواد بتاع الهيدروكاب بتعمل زي الناس انفكشن فور بتعمل برين ايه؟ يبقى ممكن تروماتيك ممكن انفكشن ممكن دايركت برين ممكن ديستنت سبريد من الجسم. ممكن لا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده وتريح دماغك وتقول له ان هي انيميك اسيد. ده لو انت عاوز تعالج ينفع. بيروح الليفر بيروح في كذا حته مفيش مشكله. انا لو عندي عيان عنده اسس في دماغه كلينيكالي بيجي بنفس الاعراض بالظبط عنده توكسينيا منينجال اريتيشن زياده في التنشن وكورتيكال افكشن وبارالي بس عنده حاجه مميزه ليه نوع حاجه اسمها سايروفلاترالايزيشن. يعني ايه سايروفلاترالايزيشن؟ بالظبط كده يعني الاقي عين دايليتد وعين كونستريكت. ليه؟ ايد هايبرتونيا وايد لا ده معناه ان في حد دايس على حاجه ودايس حاجه ده انديكيشن فوق ايه على طول سيتي برين عشان يقول لك مين اللي جوه ده بيسموه الاكسس سبيس اوكيوباينج ايه؟ ليش؟ ده محتل ده جيت مكان مش مكاني. طيب انا لو عندي برين اكسس وعملت سي تي هشخصه هيجيب لك الاكسس رينج فيها شويه فلويد تحت وفضل فوق فلويد ليفل عندي التيك وول عامل كومبريشن حواليه شويه برين قديمه كاركترستيك جدا. ممكن اتدخل معاه بطريقتين مشهورين قوي يا اما اشفطه يا اما اشيله بلس الانتي بايوتكس لمده 6 اسابيع على الاقل. الاسس بياخد علاج طويل قوي من 6 اسابيع وانت طالع. لو انا سالتك امتى اشفط الاسس؟ امتى اشفطه؟ بالعكس هو بيفكروا كده جامعه عمليه يقول لك الاسس لو سوبرفيشال اشفطه ده حاجه الاسس لو سوبرفيشال اشيله لان الشفط ده مش علاج ده احنا بنتحايل عليه ده انت بتشفطه قصر ديل. يعني ايه قصر ديل؟ يعني عشان الاسس ده عيني ديب قوي وانا مش عارف اشيله فبضطر ادخل بابره رفيعه واعمل في ايه؟ اسبيريشن. لان كل الابسس لما بتتشفط بتعمل ايه؟ بترجع تكونكت. الحل ان انت تعمل في ايه؟ يبقى الاساس في الابسس هو السيرجيكال ريموفال. يبقى امتى بقى؟ لو سوبرفيشن ولو لارج لوكيوليتد. يعني ايه لوكيوليتد؟ يعني ابسس ومن جوه متقسم اوض 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 اوض. ده لما تيجي تشفطه مش هتعرف تفضل اللي فيه هتدخل في حته واحده وتسيب واحده وهتقعد تضطر تقطع في القصه دي كتير قوي يبقى ده حلو شايف. العكس بقى اللي تشفط هو مين؟ هو الديب ابسس والمالتيبل اكسس. لان انا لو دخلت شلت مالتيبل اكسس هعمل ايه؟ هشيل لان بتشال بحاجه اسمها دكاتره تكست مارجن. يعني ايه تكست مارجن؟ يعني الاكسس اهو بحته حواليه عشان يبقى زي ما يكون مثلا حاجه عندك تفاحه او حاجه فيها حاجه طالعه فيها كده بتطير نصها مش بتشيل الحاجه دي بس بتطير تكست مارجن كبيره وده صح في اي حته في الدنيا.
فاهمينها ولا فيها مشكله؟ ما هو بيحرمه هو اللي بيحرمه اللي بيسحب في اي حته في اي حته في الدنيا في رجلك في ايدك بتسحب وتعمل ايه؟ بتنجكت مكانها ما هو ده روح بيحطه. لا الفكره في الاوتر ده بيز وحته انفليمد وحته ايه اورجانيك ونون فانكشنال دي نون فانكشن انت المفروض ان انت تشيلها دي مش من مصلحتك الثاني لان في اي وقت في اي ظروف العيان ظروف وقت هيعمل ايه تاني؟ هيديك كونتكت انت ليه تسيب ديل وراك ده مصطح في اي عيان انت بتاخد خطوه بتوقف المشكله بتاعتك نهائي ما مش كل شويه اجيب العيان انت مش بتشفط العيان ده بابره من رجل ده انت بتحفر في الاطفال حاجه اسمها بير هول بير هول ده يعني ايه؟ بيجيبوا منشار كده كهرباء ويلفوا في الاطفال يقطعوا حته كده وبيشيلوها وبيدخلوا منها واجهزه قد كده بتبص واوضه عمليات وتخدير كله ويقعد يشفط جوه بعدين يركب ويعمل قصه سخيفه جدا انا كل شهرين ثلاثه هجيبها كده هي فتحه واحده ونخرج خلاص وبعدين هم الكلام ده شغل جراحه اكتر منه ان هم بتوع النيورو سيرجري يفيدوك احسن يقولوا لك بالظبط ايه اللي بنعمله لما بنلاقي ايه قوي تعالي كروز بقى لو فرض كده ده في الاكشن اللي عندك اللي هم الثلاث حاجات الشهيره طبعا كمذاكره نظري وبالذات الكومبليكيشن والسيلز اف فايل هم بيهتموا بالدخله بتاعت التريتمنت فاكسين كيمو بروفلاكتيف سبيسيفيك انتي بايوتيك كنترول الكومبليكيشن وبنبدا عليه لو في زياده في التنشن بصلح الموضوع الاخير اللي هو المنتال ريتارديشن ده هو السي بي بالظبط بتكتب عليه من فوق كده يساوي السي بي منتال ريتارديشن لو انا سالتك معناها مشكله في الانتليجنس الذكاء امبيرد انتليجنس واحد عنده مشكله في ذكاء الاي كيو حد عارف يكتب الاي كيو ازاي؟ المنتال ايدج على الكرونولوجيكال ايدج في 100 ايه المنتال ايدج ده؟ اللي هو العمر العقلي المفروض ان الطفل اللي في السنه الاولى ابتدائي بيعرف يعمل شويه طبخ واللي الثانيه ابتدائي بيعرف يعمل شويه طبخ واللي الثالثه ابتدائي بيعرف يعمل طبخ اكتر وعمره الفعلي اللي هو الكرونولوجيكال مثلا 4 سنين 5 سنين 6 سنين انت عارف ان الطفل اللي في اولى ابتدائي ده المفروض يكون بيركب مكعبات كذا بيعلق كذا بيوصل كذا وعمره في الفتره دي 5 سنين بتروح قاسم ده على ده وضربهم في 100 بيجي لك طفل بيعمل الحاجات بتاعه 5 ابتدائي و6 ابتدائي وهو لسه في اولى ده يبقى المنتال ايدج بتاعه ايه؟ كبير لما تقسمه على الكرونولوجيكال ايدج وتضربه في 100 يديك اي كيو ايه؟ محترم طب العكس بقى لما يكون واحد معاه المفروض مثلا طفل داخل كي جي 1 وما بيعرفش يعمل حاجه خالص لا بتاعت كي جي 1 ولا بتاعت حتى اللي اقل من كده ده هيطلع لك اي كيو قليل بيقسموا الاي كيو 3 درجات او 4 حد عارفهم مايلز ومودريت سيفير وبروفيرنس من كام لكام؟ 80 لحد 50 من 50 ل 35 من 35 ل 20 واقل من 20 دول التقسيمه بتاعت الاي كيو مايلز مودريت سيفير بروفيرنس هو ليه انا بقول لك دول؟ عشان انت عاوز تعمل مع المايلز والمودريت ايه؟ ومع السيفير والبروفاوند ايه؟ لو انا الاي كيو بتاعي من 80 ل 50 او من 50 لحد 35 ده في فرصه ايه؟ ان هو يبقى ترينبل يعني ايه ترينبل؟ يعني انا اجيبه ادربه يدخل الحمام لوحده يلبس هدومه لوحده وياكل لوحده يحل عن باباه ومامته الغلابه دي انما الاخرين مين دول؟ ده نون ايديوكابل نون ترينبل يعني دول بقول عليهم ايه؟ ديبندنت على مين؟ ده هو اللي بياكله هو اللي بيشربه هو اللي بينيمه هو اللي بيدخله الحمام ده لود كبير جدا عشان في التريتمنت هنتكلم عن الحته دي. طيب ايه اللي ممكن يخلي الطفل عنده منتال ريتارديشن؟ في حاجات مربطه جينيتك وحاجات سكندري. اريحك الاول السكندري دول اللي هم اسباب السي دي بالظبط. وفي الام وهي حامل كانت بتاخد دواء وتشرب كحول وتاخد طب مبوظه الدنيا وكان عندها انفكشن عادي وساعه الولاده اتزنق واتشد وبكتب وفهمتش وبعد الولاد كانوا انفكشن من انزلت وانسفلايت ما انت كاتب من انزلت بتعمل منتال ريتارديشن وجاله كرنت ومن اشهر الاسباب اللي بيزيد في المنتال ريتارديشن اللي هو الهايبو ثيروديزم الهايبو ثيروديزم لان الهايبو ثيروديزم بيعمل ايه في المخ؟ بيعمل منتال ريتارديشن مش مشاكل خالص وكتبت الاسباب حلو طب ما فيش لا ده ولا ده ولا ده ولا ده يبقى ايديو بقى طب ينفع جينيتك؟ ينفع كروموزوم زي العيال اللي خدناهم من امبارح على راسهم الدارس والواد بتاع الفرجال اكثر وجدان كبير وينفع ميتابوليك ديزيز ونيوروكوتينيال ديزيز اي حاجه قالها ميتابوليك ديزيز زي الواد اللي جالته زياده ميوكوبولي ايه؟ ساكرايدوز عيال زي الجلاكتوزينيا عندهم منتال ريتارديشن العيال اللي هم عندهم نيوروكوتينيال ديزيز النيوروفايبروماتوزز والتيوبرس سكيدروزز والحاجات دي كلها كل دي امراض تحصل لك اي اثنين ثلاثه ده اسباب مين؟ المنتال ريتارديشن قسموهم نوعين في منتال ريتارديشن طفل جاله النهارده وبقى كده خلاص وهيكمل عمره على كده بقول عليه ستاتيك منتال ريتارديشن زي السي بي كده
وطفل جاله منتر ريتاردشن النهارده وبكره هيبقى اسوء وبعده هيبقى اسوء وبعده هيبقى اسوء بيقول عليه بروجريس. حد يعرف اشهر سبب للبروجريسيف منتر ريتاردشن هو مين؟ دي مش بروجريس، دي كانت تاسك الميتابوليك، لان الميتابوليك ديزيزز بتعمل ايه النهارده وبتعمل ايه بكره وبتعمل ايه بعده، بتبوظ النهارده وهتبوظ بكره المخ وهتبوظ بعده اكتر. فالعين اللي عنده منتر ريتاردشن النهارده ميتابوليك ومايل بكره هيبقى ايه وبعده هيبقى ايه، هيبقى سيفير وهيبقى بروفاوند. انما الثاني اللي هو بس الناس عشان تعرض الغرفه اللي اتزنق في الولاده ده، هو اتزنق زنقه ولاده وخرج صاف، بعد فتره هيقعد يزنق ثاني ويمشي ثاني ولا خلاص ماما خلاص، يعني واخد الشكل ده وهيفضل على الشكل ده. ده بيقول عليه ستاتيك، الثاني بيقول عليه ايه؟ بروجريس. الدرجات بتاع المنتال ريتاردشن قولهم كده، مايل مودريت سيفير بروفاوند. اول اثنين ترينبل واخر اثنين نون ترينبل، دول ديبندنت على الاب والام. نيجي نبص عليهم كانترفنشن هنتعامل معاهم ازاي. دول واحد عنده منتال ريتاردشن، هو السي بي عشان احنا بنتكلم على السي بي برضه، العيال عنده منتال ريتاردشن بالاصابه دي ممكن يكون ما بيسمعش وما بيشوفش وما بيفهمش وما عندوش كنترول عليه ولا ما عندوش كنترول على الدستور، وممكن يبقى بارلايز. انت بتتكلم على عيال عنده اصابه فين؟ مش فرق له معناها اصابه في مخه بالذات السكند ريتارد. وممكن يكون منتال ريتاردشن بشكل غريب زي مين مثلا؟ داون. فانت فاهم انت بتقول ايه؟ طب ليه ملوش علاقه، بيعملوا له حاجه اسمها ثيرابيوتيك بروجرام جنرال. ايه هو بيقول عليه مانجمنت اوف منتالي هاند كابد تشيلدرن؟ انت فاهم من نظرك ايه؟ مانجمنت اوف منتالي هاند كابد، هاند كابد اللي هو عمره مين؟ تشيلدرن. جنرال وسبيسيفيك. جنرال بنعمل حاجه اسمها ثيرابيوتيك بروجرام. ايه ثيرابيوتيك بروجرام ده؟ نقعد اجيب الاب والام واخصائيين العلاج الطبيعي واخصائيين النفسيين وتقعد تخاطب والكلام، وبنعمل حاجه اسمها جروب ثيرابي. هنعلم الولد ده الكلام، هنعلمه يدخل الحمام، هنعلمه يلبس، هنعلمه يمشي، هنعلمه يتكلم عشان يبقى ديبندنت على نفسه. ده ثيرابيوتيك بروجرام بيبدا بدري مع الاب والام والدكاتره والعلاج الطبيعي بتاعه. رقم اثنين بعد الثيرابيوتيك بروجرام سبيسيفيك. عد معايا كده، هو العيال اللي عنده منتال ريتاردشن ده مش ممكن يكون عنده ابيليبسي معاه ولا لا؟ ممكن يبقى عنده مشاكل في المفاصل والعضلات، بيحتاج فيزي ثيرابي. لو هو عنده ابيليبسي يحتاج انتي ايه؟ لو عنده مشاكل فيجن او مشاكل هيرنج او مشاكل سبيتش، عد كده السبيتش هنعمل له سبيتش ثيرابي اللي هو جلسات التخاطب بتاعتنا في المستشفى عندنا من دور التاسع. لو عنده مشكله في الهيرنج هنركز له حاجه اسمها هيرنج ايه لو ينفع، لو الترند ده وشغال والدنيا معقوله مفيش مشكله نساعده بالقصه دي. عنده حاجه في الفيجن وعينه حاوله كده وما بيشوفش هنعمل له كوريكشن. لو هو بالظبط ولو في كود ينفع يصلح بصلح، زي التمايل كيتونوريا هياخد تمايل الانين 3 دايت، الجلاكتوزين هياخد لاكتوز 3 دايت. على كل فيه ايه المشكله؟ انتوا لو معاكم صوت بعيد في تذاكروا الكلام اللي انا بقوله ده ورايا انتوا بقيتوا حاجه ثانيه خالص، وانا عارف بقول لكم ايه. لان هنا المجهود اللي هتاخده مع الطالب قد كده انت بتعمل بره قد كده. هي الموضوع مش حس على فكره خالص، هو الاتاك الشديد يعني. في اي مشكله في الكلام ده؟ معقول الستين يدخل مؤذي ومقرف ومزعج ولا اي حاجه؟ لما تقعد لك قاعده كده في السريع الصبح شويه وتخلص الكلام ده ايه المشكله فيه؟ اديكم بس دقيقتين على الموضوعين اللي دول عشان يبقى خلصت منهم بس على الاخر، وبعد كده اشوف انتوا هتعملوا ايه. في حته تبناها كومن، حته تبناها بتاع فيفر، وحته تبناها بتاع ملك، دول بنزلوا في الاورال عشان ما فيهاش بعد. الكومن والهوم الملك هعمل لك جدول صغير كده بص عليه وبتاع. دانيال ريش، ده موضوع اللي تبناه امبارح. انا هحط لك هنا اليوم الملك غششني بس، اليوم الملك وهقول لك كربوهيدرات بروتين وبعدين كالوري و ده 67 و 87 وده 7 3 ونص 1 ونص 7 3 ونص 1 جرام 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 ده 4 جرام 4 في شويه ارقام من عيلين في 60 نيلة في الكاو ميلك واليوم الميلك حافظوا كده بس منخفض. هتكتب ايه؟ كربوهيدرات فات بروتين، كربوهيدرات فات بروتين دول الثلاثه ماكرونيوم، وبعدين كالوريز ووتر، وبعدين هنا هنكتب حاجه تحت هنا اسمها كالسيوم تو فوسفورس ريشيو. خلاص؟ دي واحد ونص الى واحد، هنا دي واحد. ايه القصه بقى؟ الهيومن ميلك
دي 7 جرام انا الارقام دي على كام سنتي لبن على 100 سنتي لبن كل 100 سنتي لبن فيهم الارقام دي لبن الام ال 100 سنتي بتاعتها فيها 7 جرام كربوهيدرات نصهم نص على 7 كام 3 ونص ونص 3 ونص 1 ونص فهي 7 3 ونص 1 ونص بيدوا ال 100 سنتي 67 كالوري وبيدوا فيهم كونتنت 87% ميه الكالوريز والميه زي بعض بالظبط في اليومن وفي الكالوري مفهومش مختلف 67 كالوري برضه 87% ميه دول زي بعض لبن البقري 4 جرام فات 4 جرام كربوهيدرات 4 جرام دول حد هيسالني يقول لي يا عم ده البروتين بسم الله ما شاء الله في الكاو ميلك 4 جرام ده حلو قوي هو ده حلو ده لود على الكدني بتاع الطفل اللي لسه ايه مولود لود كده ده 4 جرام رقم خطير جدا عليه ما يقدرش وكمان خد بالك نوع البروتين مختلف هندخل دلوقتي بعد ما حفظت ال 7 3 ونص 1 ونص 67 87 والله اخده دي والثاني 3 4 67 87 ده رقم الهول طيب المهم الكربوهيدرات هو لاكتوز بس الكاو ميلك اذر شوجر فيه سكروز وفيه انواع ثانيه من السكر انما لبن الام لاكتوز ودي حاجه كويسه جدا 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 لانه من الـ من الكربوهيدرات السهله في الابزور شمه وفي كل حاجه وبعدين بيساعد النمو بتاع بكتيريا في الانتستين اللي اسمه اسمها لاكتوبازيلس ليفرس دي اللي بتصنع اللاكتيك اسيد وطبعا وجود اللاكتيك اسيد في الانتستين زي اللي هي المبادئ اللي بتاخدها من بتاع لاكتوبازيلس ويسموها حتى لاكتيل والحاجات دي من الاسم نفسه دي بتعمل ايه؟ فيها لاكتوبازيلس بتصنع لاكتيك اسيد فبتحمي جسمك من اي بكتيريا ضاره لان البكتيريا الضاره ما بتعيش في الانتستين كمان فهو عشان كده بيقفل لك الدنيا ما بيبقاش في بطن الطفل احتمال لوجود بكتيريا وبالتالي مفيش ضرر مفيش ديستنشن بعد اللاكتوز تدخل على الفات تلاقي الفات بتاع لبن الام سمول فات بروتين ونسبه الفولاتايل فاتي اسيد قليله جدا 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 وفي كميه كبيره من الكوليسترول كتير قوي الفات صغيره يعني معناها ان انا هضمها بسرعه فولاتايل قليل يعني الاريتيشن قليل ما بتعملكش اريتيشن والكوليسترول كتير دي ميزه جامده جدا عشان انا محتاج ماينيشن كتير كتير وماينيشن للسي ان اف بالذات في اول ست شهور عشان عندي عاوز يكمل عن ست شهور فلازم الكوليسترول عشان الماينيشن بالنسبه للبروتينات بروتين اسمه واي وبروتين اسمه كازين ده 60% وده 40% هناك هتلاقي الواي الكازين 40 الى 60 محبوب الكوليسترول قليل الفولاتايل فاتي اسيد كتير الدهون لارج واللاكتوز زائد حاجات ثانيه يعني لبن البقري ما فيهوش كوليسترول كفايه فيه كميه كبيره من الفولاتايل فاتي اسيد وحجم الدهون بتاع لبن البقري ضخمه فبتهد شيل الولد عشان يعمل نهضه جيش الويل الكافيين نسبته 60 الى 40 اللي هو 3 الى 2 ده رقم حلو ليه؟ انت مبسوط ليه هنا؟ لان الواي بروتين ده الناس بتروح الجيم على كفايه الواي اللي هو البطرمان بتاع الواي بروتين مكتوب عليه واي كده بيبقى غالي جدا ده المفروض اللي هو البروتين اللي سهل الهضم اللي ما بيعملش الرج يعني هو اسهل بروتين في الدايجشن بيعمل مصل بلك محترم وفي نفس الوقت ما بيعملش الرج بص الكازين ده مزرع الزيت ده ملك الالرج الكازين الكازين هنا هو اللي نسبته كامل يعني اعلى من مين رقم مألوف بس يا جماعه هو رقم مألوف الكازين هنا هو اللي عالي جدا الكازين ده هايلي الرجيك بيعمل دايريا بيعمل تزيد بالدم تحت في الاسطول بلاد دايريا وديستنشن وبلوزنج وتلاقي العيل بيشرب بقى له بطنه بتنفخ واسهال طول اليوم والرجي وبيهرش وبينفخ حالته بالبلد عشان الكازين ده الكالوري هي هي والوتر هي هي نيجي لحاجه مهمه خصوصنا الكالسيوم تو فوسفور ريشيو لبن الام في 1.5 كالسيوم الى 1 فوسفور لبن البقري في فوسفور كتير قوي راس براس واحد لواحد زياده الفوسفورس في مصلحتك ولا ضد مصلحتك؟ ضد مصلحتك عشان هو على حساب الكالسيوم عشان كده مهم قوي لبن الام يقول له نسبه الكالسيوم فيه اعلى والابزوربشن بتاعه احسن طب الحديد الحديد قليل في الاثنين بس في ميزه واحده في لبن الام في الحديد امتصاصه قليل جدا بيصل ل 50% ليه؟ عشان المركب اللي اسمه لاكتو برين اللي بيساعد الايرن ابزوربشن ده كل القصه اللي انت هتعرفها، ده انا زي لبن الام، كله فيه لاكتوز بس وده بيزود اللاكتوز والله، كل الدهون بتاعته قليله، الكوليسترول بتاعته كتير، في ويت كتير جدا وده حاجه كويسه،
قوله نسبة الكالسيوم معقولة فيه في لاكتو برين يعني ماشي أمورك حاجة بقى جنرال قوله رخيص افيلابل موجود في اي تايم ما بيحتاجش بريبريشن ما بيحتاجش تدخين الأم ما تقومش بالليل تدور على حاجة تحط فيها لبن ولا العلبة خلطت ولا ما خلطتش ده كلام جد وبيساعد الأمهات على فكرة بعد الرضاعة بيقلل حته البوست بارتم هيموريدج بيقلل اليوتراين سايز وده بيحسن كفاءه اليوترس انها تظهر بسرعه لان بيطلع ماده وانت شغال في الرضاعه اسمها اوكس ايه دوف والريسك اوف كانسر كمان بيبقى ولاج من الام الام بتستفيد زي ما الطفل بيستفيد من قصه الرضاعه خلاص ده اهم حته كنت عاوز اتكلم فيها طبعا ممكن تبقى عارف التايب اوف فورمولا ساعه كمان بتقول لك تعرف انواع الفورمولا ايه قول له دي ستاندرد اللي هي مش ملعوب فيها وفي موديفايد انا عاوز اقول اربع اسامي للفورمولا تحفظ الفورمولا اللي بتتعطى للعيال اللي عندهم لاكتوز انتولرانس اسمها ايه لاكتوز فري ميلك والفورمولا اللي بتتعطى للبن البقري الحساسيه اسمها صويا بيز ميلك هذا اثنين والفورمولا اللي بتتعطى للبري تيرم اسمها بري تيرم فورمولا او لو بيرث ويت فورمولا دي متغذيه شويه بدل الكالوري يعني 67 بتبقى 80 رقم كبير يعني عشان هو لو ايه بيرث فانا بتوفر ايه شويه واخر فورمولا اسمها اليمنتال يعني ايه اليمنتال فورمولا يعني فورمولا متكسره جاهزه فيها امينو اسيد بدل بروتين فانت استفدت ايه من الاليمنتال فورمولا اليمنت يعني عنصر بالظبط كده واحد عنده ملعب صغير فدخله طوبه قد كده مش عارف اتعامل معاه فدخله حاجات صغيره اربع اسامي قولهم كده معلش تاني لاكتوز فري صويا بيز لو بيرث ويت فورمولا او بري تيرم فورمولا واليمنتال فورمولا والحاجه الثانيه دي مش ملعوب فيها يبقى اسمها ستاندرد اللي هي بنقول عليها هيومنايز اللي هي زي لبن البقر بالظبط بعملها زي ما هي بالظبط طبعا الفورمولا اللي انت بتعمل لها فورتيفيكيشن بالايرن والكالسيوم عشان الواد ما يجيلوش المرضين اللي انت عارفهم اللي هم مين ومين ايرن ديفيشنسي وريد كل الفورمولا دلوقتي فورتيفاي وذ ايرن فورتيفاي وذ كالسيوم وفيتامين حد عنده مشاكل في الجزء ده دي حاله سهله بقى ابص عليها بس عشان نخلص الموضوع طيب نبص على في ورقتين كده كنت قلت لي عليهم بتوع الانفكشن هياخدوا دقيقتين بالظبط ورقه اسمها برولونج فيفر ورقه اسمها فاكسينيشن ده فاكر تسال فيهم في السريع كده بس البرولونج فيفر اهم حاجه افتح كده صفحه البرولونج فيفر في احد الديفينيشن هو الفيفر الفيشن اوف بوديتال ريتش في منها شورت وفي منها لونج هبدا بس قبل ما انت يعني ايه شورت فيفر يعني ايه برولونج فيفر شورت فيفر يعني حراره اقل من كام يوم من سبعه طب لو عدت اسبوعين بقى اسمها برولونج فيفر طب لو ليها سبب تبقى برولونج فيفر وذ اوريجن طب ما لقاش سبب يبقى فيفر وذ انون اوريجن مش عارف طب هي يعني ما لهاش اوريجن عشان هي ما لهاش لا هي عشان ليها وانا مش عارف اجيب عشان كده لما تحط الديفينيشن البرولونج فيفر الفور طبعا الفيفر الشورت دي اي كلام ده انت بتقلل حاجات متفوكس وحاجات زاوت فوكس يعني ايه كلمه فيفر متفوكس شورت يعني ليها مكان اهو لان الواد ده سخن عشان عنده لانج اب الواد ده سخن عشان عنده سيستايت فايرال انترال جاستر انترال هيباتايت انا عارف مكانه طب اللي من غير فوكس دي بتطب مين هما ثلاثه يا فيروس بيجري في الدم يا بكتيريا بتجري في الدم يا بكتيريا توكسن بيجري في الدم قول لي الاسامي فيروس بيجري في الدم لسه هقول لك حالا فايريني وبكتيريا بتجري في الدم بكتيريني طب لو بكتيريا توكسن بيجري في الدم توكسيني او سنتيني دول اسمهم فيفر وزنو فوكس طب الفيفر اللي فوكس ممكن فوكس انا بقى سيمبل وممكن فوكس لا ما بقاش بمعنى اضراب المثال مش فاهم يعني لو انا جيت لك بالفيروس التراك انفكشن وتايتس او نيزو فارنجايت ادخل ولا مش ادخل طب لو جيت لك بنيمونيا وباللورا ريفيوجن بس الفوكس هنا تعتبر ايه سيمبل والفوكس هنا تعتبر ايه سيمبل لو انا جيت لك بجاسترونترايت ولو انا جيت لك ببيرتومايت الاثنين في جي اي بي ايه رايك؟ جابتوا في الدراسه بتسيل بروتومايت دي ايه؟ بتسيل انت هتدخلك في مجلس ايه بس بتسيل هتموت. لو انا جيب لك بسكين اكس ولو انا جيب لك بالهيل اكس ايه رايك؟ تقول لي سكين اكس بتسيل لو احنا عم خراج افتحه كده قدام عيني اهو هدوس عليه وافضيه واقوم ضغط عليه وخلاص روح انما ده هدوس عليه ازاي وافتحه ازاي واقف ازاي انا هقعد اضغط على وشي ده سيريس ده سيمبل. طب في التايتس وبايلو نفرايتس صداع في التايتس دي ايه؟ سيمبل فبايلو نفرايتس كده راح الكونتينر بتاعي بالنيفرونز والدايليوشن والدي اف ار انما انا ده كتير بلاد قبل ما اتوجع في البيت فهمت يعني ايه سيمبل سيريس سيمبل فوق سيريس او سيمبل الاثنين اسمهم ايه في الاخر؟ شورت كده في سبع ايام او اقل لو عدينا ال 14 يوم او ده دور وعملت كده بروبر هيت بروبر انزيميشن
ومعرفت الشرطة اللي سبق رحت نسميها ايه؟ ضغط وقانون قرص حرارة اكثر من 14 يوم باي ويتش فيسل وإنزامينيش ديتيل فيلز وديتيل ايه؟ الديولوجي او الكود لان الكود بصراحة حتى عليها هي ليها اربع مجموعات تعملوها يا انفكشن يا روماتيك ديزيز يا مالجنسي يا متلجة دول الاربع عناوين اللي انت هتقولهم في الامتحان مين اشهر انفكشن بتعمل حراره وصعب الوصول للشخص السبيسيفيك بتاعتها؟ هتقول لي بكتيريال وفيرال وبارازايت وفنجر. مين البكتيريا الشهيره؟ هتقول لي نوعين، في حاجات سيستميك في الدم وحاجات هيدن فوكال متخبيه. ابدا الاول بالهيدن فوكال عشان دماغك تظبط معاك. ايه رايك واحد عنده انفكشن في القلب جوه؟ انفكتيف عنده او في الليبر جوه ليبر او في الكلى جوه او في العظم نفسه جوه اسمه ايه؟ دي اسمها هيدن. طب مين السيستميك اللي بتجري في الدم؟ الـ TB والسالمونيلا والبروسيلس. انا ما بقولكش نيمونيا والكاف والسريبت ما انت بتعمل لهم انفستيجيشن، انما مين اللي بيوصل للسالمونيلا والبروسيلا والـ TB؟ دي حاجه صعبه قوي. طب الفيرال مين اللي بيعمل حراره طويله؟ الشهير جدا السيتوموجين ولا بيشتاين بار الفيروس البطل ممكن. طب البروتوزوا والبارازايت التوكسوبلازما والملاريا والنسرا اللارفا نجرا وحاجات حاجه قوي. طب ندخل على الروماتيك الروماتويد فيفر الروماتويد ارثرايتس الروماتيك فيفر حاجه اسمها ديرماتومايوسايتس بتعمل برضه الكلام ده سيستميك روب دي مشهور. طب ايه رايك في حاجه مالجنسي؟ ال ام بي لوكيميا لنفوما ومعاهم الكلى نيورو بلاستوما. اخر حاجه مثليه تقول له دي هايدريشن فيفر دراج فيفر. الناس اللي عندهم حاجه اسمها اكتوديرمال ديسبليزيا ما بيعرقوش اللي هو الان هيدروتك اكتوديرمال ديسبليزيا هو اللي ما بيعرقش حرارته بتعمل ايه؟ مفيش ايفابوريشن في الجسم كل جسمه عمال يسيب ما بيعرقش عندهم اكتوديرمال ديسبليزيا مرض بيضرب الجلد والشعر والسنين. فده كل دول بيعملوا فيبر مالها برونوم. انت هتقول ايه بقى يا دكتور؟ قول لي بقى اول كلمه دوكيومنتيشن. عارف يعني ايه دوكيومنتيشن؟ يعني الام جايه بتقول لي ابني سخن بقاله اسبوعين واخد لازم اقعد العيان عندي واخد حراره فعلا وابدا اعمل الشرط كل يوم واتابع لان الام ممكن هو يسخن يومين ويبقى حلو خمس ايام وبعدين يسخن يومين تاني بيقول لك ده الاسبوع اللي قبل اللي فات هو ايه؟ بتجمع الحاجات. فانا هعمل اي حاجه دوكيومنتيشن واعمل بروبر هيستوري ديتا يعني ايه ويقول ايه؟ الاكسبوجر للدراج والفيبر وجع في العظم اللي يكون مالجنسي عنده سامبل المفضل بتاع يكون روماتويد كان بيكح قبل كده فتره طويله وبيخس وبيعرق بالليل وبيسخن بالليل هيطلع جديد. ليه علاقه بالكاتلز والانيمالز والحاجات دي اللي بتطلع بروتيلا وسالمونيلا وابدا ادور في قلبه وادور في صدره وادور في الحتت دي كلها. يعني اعمل له ايه انفستيجيشن؟ الف كل حاجه في الجسم من اول البلد واليورين والسي اس اف مرورا بالشيست والبرين والهارت والكدني والليفر للاسباب اللي انت لسه ايه؟ عرفت؟ يعني ينفع اعمل له سيبركلين تيست بدايه تيست اشوف التوكسو بلازما والبترا والاربع متر اه طبعا هعمل كل الكلام ده واعمل له ايه عشان اشوف الانفكشن واعمل له سونار على الكلى عشان البايرو برايس بيورن اناليسيس ست اف. مش بيقول لي احفظها ازاي؟ اكنك تجري اكن الكميه ما هو كلام لوجيك مفهوم احنا بندور عليه. طب ينفع حد امبيريكال ثيرابي ولا لا؟ كلمه امبيريكال ثيرابي يعني ايه؟ الولد بيسخن اروح انا على طول خافض حراره ورايح مجال بالظبط وده اللي هيبقى هو عنده تي بي وانت عمال تنط في الاعراض والتي بي ماله وماله ينتشر وينتشر ويطلع من الرئه يروح البرين ويروح العينين ويروح الجلد. ممنوع خالص الامبريكال ثيرابي في العيانين الا لو شكلت حالتين هبدا امبريكال التي بي والسبتسيميا. ليه؟ لو سبتهم العيان خلاص كل سنه وانت طيب. التي بي ملوش مضاد حيوي بيغطيه يعني بمعنى انا قعدت اتخانق انا والدكتور على العيان ندي يوم ما نديش ايه قالت لي سي فوتراين زون وانا اقول لها فلوران في الكول وهي تقول لي اعمل تكنيك كلهم بالاخر مضاد حيوي هيجيبوا مع التي بي ولا مش هيجيبوا؟ مش هيجيب. يبقى انا لو عندي تي بي انا بفكر فيه لازم ابدا ساعتها مين؟ انتي تيودرت الاضطراب لان ده مفيش غيره وهمشي في حياتي برضه بس هبدا عشان اخسر المسافات. ولو سبتسيميا لان السبتسيميا بتعمل حاجه اسمها مالتيبل اورجان سيستم ايه؟ ده انت على ما تخلص اخر النهار هتلاقي الكلى راحت والكبد راح والمخرج. بتعمل البرنامج الفيفر بس تحت انت عامل حاجه تحت حراره اكثر من 14 دورت يا بيه على ايه؟ كل حاجه ما عرفتش اوصل ما عرفتش اوصل ليه؟ اقول له صعب بتلاقي الفوز هنحتاج كميه انفستيجيشن مالها؟ كتير يا جماعه انت بتتكلم في ارقام الحاجات اللي احنا قلناها دي على ما تخلصها معايا كنت فعله 30000 ولا 25000 جنيه. ارقام بشر طب دي 4000 جنيه بس مش واحد. 40000 جنيه
هو في ما تتبعيش في ناس بتلف بالشهور ربنا يعطيك بيعدوا علينا في المنتشر بالاربع شهور والخمسه بلف وما نعرفش شخص. ففي ناس كتير بتقعد بالسنين في حالات بتعمل لها كونفرنس بره وبتتعرض فيديو وراها حاجات برضه بره من 50 الصف في جامعات من اصغر جامعات العالم من عندنا هنا ما بنجيش بالكونفرنس ما بنجيش خطوط. وطب الاهبل في اطفال من اصعب المواد على الاطلاق ومن اكثر المواد اللي فيها ضرايب في مصر لان اغلب الناس بتشتغل على ان العيل متعب حاجه. بقول لك انا هقصد اطفال ليه عشان اهرب من البتاع ويحفظ الدوائر الاوستين والنقط بتاعت المناخير وموسع الشعب وشغلان الجسم ان شاء الله مشمر دراعه ازاي وبيدمر الدنيا قد كده. فلا الحاجات اللي هي فيها نسبه ريسك دي لازم تكون عندها تركه من صراحه غيرك يتولى الموضوع. بص حد عنده مشكله في الجزء ده؟ ورقه الفاكسين ورقه الفاكسين الجلديه ما فيهاش الكود بتاعنا عين الجلديه لو ما شخصوش النهارده هيكرروا ايه ما هيبقوش بكره يجيب عليه القصه النهارده على شغل بكره هعرف ماشي عيال انا في حاجات ما فيهاش فعلا ريسك هاي ايه المشكله؟ هدينا حقنا ابدا ما انت شفته قبل كده انا بخلع قبل كده ايه المشكله؟ يعني واحد تزادت واحد نتعود المره الجايه انما الطفل اللي دراعه راح ولا بكره راح ده هتعمل له ايه؟ خلاص خد بالك بس في سؤال فاكسين كوميونتي هنبدا بيه ايه هما الكوبايات اللي بتنزل في مصر؟ حطهم كوميونتي 100 مره يا باشا يلا اهو اول ماكسين بتاخد حضرتك ايه؟ قول له البي جي بتاعك كده في اول ثلاث ايام وده يعني لايف اتنويتد ولا كلمه؟ ده لايف اتنويتد تكسير يعني المفروض ان هو تكسير مين بقى؟ ده خلاص؟ لايف اتنويتد تكسير اللي هو البي جي بتعرف انتراديرما في الشهر الاولاني طبعا ليه عيوب؟ بيعمل ايه في الجلد؟ ولو دخل شويه في الجلد بيعمل اكسوسايمون بتحدفه بيكبر الليمف ايه؟ نو وممنوع في الناس اللي عندهم ايه؟ الميزا فيشنس لان لو نزلهم البي سي جي وهم عندهم الميزا فيشنس هيجي لهم دي عشان صح. ندخل في اللي بعده اورال فوليوم تعرف ايه عنه؟ نقطتين عنده شهرين واربعه وسته ده صاحي ولا ميت؟ برضه صاحي. افرض واحد جاي لك عاوز ياخد تطعيم ومناعته وحشه اقول له ما بدلوش الصاحي بدله المحفوظ اللي هو الكل اللي هو كان اسمه ايه؟ بالظبط كده. عاوز تشتغل على اللايف اكتنفيتي بول اللي هو السبيل بايت ده مفيش مشكله عندي بس العين يكون فيه شويه بريكورس. عارف اهم ثلاثه بريكورسز ايه؟ في الاورال بول الكولد تشين سيستم لان لو اتشال منه الثلج اللي حواليه لونه بيتغير وبقى ينفذ. الواد يبقى راجع ولا مش راجع؟ ممنوع الرضاعه قبليه ليه؟ عشان في لوكال اميونيتي كلابن الام اميونوجلوبولين ايه بيمنع الاورال بوليو ان هو يعمل ايه؟ يعدي ده بارد عشان كده انت بتوقف الرضاعه قبلها بفصل وبعدها بساعه بعد ما الرضاعه ده مهم. ولو في اي ريسك ان العيان عنده انفكشن او مناعته قليله ممنوع دي عشان هو لايف اتنويتد بسهوله ممكن يعمل ايه؟ اعراض بوليو بالضبط بينام العيال ودي جت لنا مره واحده في الكام سنه اللي فاتت حاجه واحده بتدي شبه زي اعراض شبه البوليو بالضبط. اللي مع البوليو كانوا مين ومين؟ دي بي دي وهي هيباتيتس بي. طبعا الهيباتيتس بي ده معمول بالدي ان اي تكنولوجي ده ما فيهوش مشكله بالعكس اي حد لان ده ريكومبيننت فاكسين مش صاحي ولا ميت ولا حاجه ده متصنع. الدي بي دي ده ايه بقى؟ بتقتل ومعاه كذب بالضبط بتعطى امتى؟ شهرين واربعه وسته حقن عضل انترا مصر نص ملي. لو انا جيت اسالك ايه الكونترا اندكيشن بتاع الدي بي دي ومنها في الكلينيك لو في اي سي ان اس ايه؟ مانيفستيشن لانه بيعمل ايه؟ انكفالوز يعني تشنجات وبيبوظ المخ عشان كده ممنوع في الناس اللي عندهم نيورولوجيكال مانيفستيشن وما بتعطش في الاطفال اللي هم بعد ست سنين بيزود الريسك في انكفالوز. فاضل عند سنه فاكسين اسمه ام ام ار بامب نيدل روبيلا والثلاثه دول صحيين وده بيتعطى في الذراع هنا طب وتاني كان مكانه امتى وبقى امتى؟ قول له كان مكانه عند تسع شهور غيروا معاه وخلوه عند سنه وحطوا بداله اورال بوليو عند الشهر التاني كده البوليو بتاخد امتى وامتى وامتى؟ اثنين اربعه سته وتسعه كده انا جاوبت الراجل بص بمنتهى الاحترافيه. ايوه اسالك سؤال مفيش واحد زياده على دول كان مش اجباري ده اجباري يقول له اه فعلا عندك حق الاتش انفلونزا عشان بتاع الاستيرويد ماله بقى نقلوا جابوه مع الدي بي تي والهيباتيتس بي في نفس الوقت وبقى حقنا فيها كوميدي خلاص لا تطعيم دي بي تي هيباتيتس بي هيموفيلس خمسه هيقول لك ماشي كويس هو الهيموفيلس انفلونزا ده هو بيجرب يتبع اي مجموعه قول له تبع مجموعه اسمها كابسوليت البكتيريا ودي حضرتك ليها رول كبير قوي قوي مع العينين اللي عندهم الجينات زي بتوع الثلاثينيا وبتوع الدم او السكري عشان كده احنا بندي فاكسين للناس اللي بتشيل الصحاب هي او المنينجوكوكاي والنيوكوكاي هيقول لك طيب ايه ثاني تعرفه ده اخر سؤال في الجزء بتاع النون كومبانسوري فاكسين
انت كده شويه انت كنت بتقول هيباتايتس مين؟ يبقى هيباتايتس ايه؟ الايه ده نان كومبارس جرعتين بين ست شهور. رقم اثنين كنت بتقول دي ايه؟ دي بي تي يبقى دي تي. الدي تي ده نان كومبارس ينفع اجي الناس اقول لهم عاوز دي تي موجود عندي مش يبقى بشال بينه مين؟ البروتوكس في عيانين ايه؟ اللي عندهم اي مشاكل في الناس بالكهرباء زياده بتشنجوا. وبعدين المدور بتاع الشتا اللي بيعمل الاثنين الروتا بقى طريقه طريقه برضه نان كومبارس. وبعدين الفراخ تشيكن بوكس الفرسان والكلاب الريبس الريبس والتشيكن بوكس والدي تي والهباطيت ايه والمنينجو كوكاي والنيومو كوكاي والهيموفلوس انفلونزا والروتا فايروس كل دول اسمهم نان ايه؟ نان كومبارسوري. بس يعني ايه نان كومبارسوري؟ يعني انا لو عاوز اخدهم بروح ادفع ثمنهم واخدهم الحكومه مش متوليه. وطبعا هنا في مصر بره اغلب الحاجات كومبارسوري لان الصراحه بيفرق معاك كتير. هو بيحصل الفيروس بالروتا فايروس بياخد من طريق قد ايه؟ قد ثمن الفاكسين اربع مرات عشان تعرف تشتري العلاج والفلوز والكلام اللي بيحصل ده كنت اديت التطعيم وكده. مين التطعيم اللي بيتغير كل ثمن؟ الانفلونزا لان الفيروس بيعمل ميوتيشن كل ثمن. مش اي مشكله خالص. اي تطعيم في الدنيا بيتعطى انجكشن يعني بيعمل زين عند ايه؟ عند الانجكشن وبيمشي في الدم يعمل شويه فيفر وممكن يوجع المفاصل او يعمل كده. الروتا فايروس بتاخد المفروض بعد سنتين. الروتا فايروس في روتا تك وروتا ريت دي تو تايب من الانفكشن. بس الحاجات اللي انا قايلها لكم ايه؟ مكتوبين في ورقه التفاصيل في جهاز دماغي تبص عليهم مين وكوكاي منين وكوكاي ورا الانفكشن هتلاقي في ورقه اسمها ايه من الانفكشن. ما حدش يدخل من غير ما يبقى قاري اساميهم على الاقل. والحاجات الكبيره بيسالوا في البي تي جي الاورال بوليو ولو عند ولو عيل عنده اميون ديفيشن عاوز تديله بوليو تديله ده ولا ده فناخد بالنا. ايه كله اه طبعا راوند وفاينل راوند اريتك الصف صفر والنون برش لكن ما فيش اريتك والاورال اللي بيعشقوه جدا لا صعب قوي. الفاكسين 99% بيحبوه قوي في الاورال الراوندات اللي فاتت كلها فاكسين 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 تعرف يعني الفاكسين واساميه وانواعه ومين اللي ما كانش اجباري وبقى اجباري والكلام العبيط ده. فحاولوا على قد ما تقدروا تلموه كده. انتوا اللي فاضل لكم محاضره وحيده يتيمه بها الجزء بتاع الريبريشن والحته بتاعت الامرجنسي وهديك كده موضوع الدايبيتس الدايبيتس دي والدايبيتس كده قصدي معاها. فهي محاضره اللي بعد الراوند في موديل كبير قوي كده مخصوص خالص عشان تخلصوا خالص كل واحد يروح لحاله. ايه؟ ما سايبك تنام يوم من اول الحصه براحتك وكلفت اي حاجه يا يعني انا احترمت ان انت صريح دخلت لي وقلت لي كده خلاص ما فيش مشكله. هي جنب بقى قلت لك حاجه نمت وصحيتي وعملت اللي انت عاوزاه. طب ما نكمل انا ساكت اهو بقى شوف انتوا عاوزين تعملوا بس انا رايي اخلصوا يا جماعه مفيش وقت والله خلصوا بكره وفين الموضوع ده. هي محاضره حتى انا هسيب ناس متعلقه بعد عشان محاضره يا ريت كميه هي محاضره خدوا بكره بدري وخلصوا بكره. لا لا عندي عندي شغل لا والله لا 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 خليك عندي شغل الساعه 10 الصبح انا ماشي. يا جماعه عندي بدري ده كويس قوي معانا بدري ده بنروح بكره 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 الساعه 8 اشوفكم على خير هنخلص بكره ان شاء الله في المحاضره. يلا مش تلاشي بتاع الموبايل وين الفضل